يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتذكر مجموعة من الإعازات اللي كثير ما نتعامل بها في حياتنا اليومية. هذه الإعازات هي إعازات المقارنة، وهي 6 إعازات، وهذه الإعازات تقارن ما بين عناصر من نفس النوع، وتكون نتيجة المقارنة أما 1 أو 0. الإعازات الستة هي، أو إعازات المقارنة الستة هي: less than أقل من، equal يساوي، greater than أكبر من، less or equal أقل أو يساوي، not equal لا يساوي، greater or equal أكبر أو يساوي. هنا أنا استخدمت هذه الإعازات للمقارنة ما بين قيمتين أي، واسندت لها الإدخال الأول، وبي واسندت لها الإدخال الثاني لكل من الإعازات الستة. هنا الأي والبي ينبغي أن يكونون من نفس النوع، فممكن يكون اثنيناتهم بولين، ممكن اثنيناتهم بايت، ممكن اثنيناتهم وورد، ممكن اثنيناتهم دبل وورد، ممكن اثنيناتهم لونج وورد، ممكن اثنيناتهم انتجر، ممكن اثنيناتهم ريال، ممكن اثنيناتهم تايم. حاليا انا مسند لهن ريال، مثل ما تشوفون هذه الاي ريال والبي ايضا ريال. اما الاخراج فتعرفون كل زين اخراج المقارنة هو خاضع لمنطق واحد اللي هو البولين، اي ياخذ القيمة يا اما 0 يا اما 1. هذه الاعاز إخراجه يساوي 1 عندما يكون الـ A أقل من الـ B. أما هذا الإعاز الثاني اللي هو الـ Equal، فإخراجه يساوي 1 طالما الـ A تساوي الـ B. الـ Greater than إخراجه يساوي 1 طالما الـ A أكبر من الـ B. الـ Less than or Equal إخراجه يساوي 1 في إحدى حالتين، عندما تكون الـ A أقل من الـ B، أو عندما تكون الـ A تساوي الـ B. Not equal إخراجه يساوي 1 عندما تكون الـ A لا تساوي B بغض النظر منه الأكبر. Greater or equal إعازه يساوي 1 عندما تكون الـ A أكبر من الـ B، أو الـ A تساوي الـ B. الإعاز الآخر اللي راح ناخذه اللي هو إعاز الموف أو الموف انستركشن. هذا الإعاز يتصرف بالضبط مثل ما تصرف السامبل أند هولد سيركت، فنقدر نعتبره سامبل أند هولد سيركت. عندما يكون الإنيبل مالته يساوي 0، فماكو أي علاقة ما بين إخراجه المتمثل بالأوت وإدخاله المتمثل بالأوت. عندما يكون الانيبل يساوي 1، فدائما تكون قيمة دي أو قيمة الإخراج مساوية إلى قيمة الإدخال اللي هو سي. خل نروح للسيميوليشن. هنا نعطيت initial value 6 للمتغير A و 4 للمتغير B. A أكبر من B. حاليا هسه النتيجة كلها تساوي 0 بغض النظر عن الإعاز، لأنه الإنيبل يساوي 0. من هاي الملاحظة، وملاحظة بعدين راح نجي لها أيضا، ينبغي أن ننتبه بأنه هذا الإعاز ما نأخذه على محمل، آسف، هذا الإخراج أو إخراج أي من هاي الإعازات ما نأخذه على محمل الجد إلا بحالة واحدة، عندما يكون الإنيبل يساوي 1. خلنا ننطي إنيبل يساوي 1. خلنا نجي لها الـ A أكبر من الـ B. هذه إعاز يمتى يعطينا 1؟ عندما تكون الـ A أقل من الـ B. إذا ما مش متحققة، إذا يعطينا 0 بالإخراج مالته. هذا يعطينا 1 يمتى؟ عندما يكونوا متساويات، هن مو متساويات، اذا ينطينا 0. هذا
يعطينا واحد عندما الاي اكبر من البي فعلا هسه 6 ب 4 اذا اعطانا واحد. هذا يمتى يعطينا واحد؟ يعطينا واحد بحالتين، عندما تكون الاي اقل من البي هذا الشرط غير متحقق، او الاي تساوي البي وايضا هذا الشرط غير متحقق، لان الاي اكبر من البي والاي لا تساوي البي اذا ايضا اعطانا صفر. هذا not equal الاي 6 البي 4 ما مساويات اذا اعطانا واحد. هذا شنو؟ greater or equal الاي اكبر من البي فيعطينا واحد، الاي تساوي البي هو لإعازي يولد واحد تحقق احد الشرطين، فاذا الشرط الاول تحقق بغض النظر عن الشرط الثاني تحقق او ما يتحقق فالاوتبوت راح يكون واحد. خلينا نعطي اثنينات قيمه مساويه تكون 4. هذا الاسدان 4 مو اقل من 4 اعطاني صفر، ايكوال 4 تساوي 4 يساوي، جريتر 4 مو اقل من 4 اعطاني صفر. هنا less or equal، less ما يتحقق بس الايكوال تحقق فطاني واحد، هنا not equal لا اثنينات المساويات فطاني صفر، هنا greater or equal الجريتر ما متحقق بس الايكوال متحقق فطاني واحد. خلينا نعطي هنا اثنين. هسه الاي less than b فالاخراج يساوي واحد، الاي 2 البي 4 ما مساويات فاذا صفر، الاي 2 البي 4 الاي مو اكبر من البي فصفر، الاي less than b متحقق، الاي تساوي b ما متحقق خلاص احد الشروط تحقق اذا هذا تساوي واحد، الاي لا تساوي البي صحيح الاي 2 والبي 4 اذا يساوي واحد، الاي greater than b لا الاي تساوي b لا اذا يساوي صفر. فهذا هو اذا هسه راح ارجع هنا للسته مثلا على سبيل المثال من الاخراج واحد لجريتر ذان راح اسوي ديسيبل الهن شوفوا وراح اعطي هنا صفر. اذا هسه بواقع الحال الاي هو اقل من البي، اي اقل من البي بس اللسدان يساوي صفر والجريتر ذان يساوي واحد. لهذا السبب ايش قلت؟ قلت ننتبه بانه ما نعتمد اخراجات هذه الاعازات فالا عند ما يكون الانيبل يساوي واحد، اما اذا يكون الانيبل ما يساوي واحد فالاخراجات ما لها معنى وما ينبغي ان نعتمدها في اي من السبسيكوينت اوبريشنز. خلينا نجي لاعاز الموف. هسه راح انطي السي 4 الدي 0، خل اعطي السي 10 الدي 0. ليش؟ لانه الانيبل يساوي 0 فالاخراج معزول عن الادخال. خل اعطي الانيبل 1 خل اعطي هذا 66 الادخال، الاخراج مباشره صار 66. خل اعطي الادخال 1000 الاخراج مباشرة صار 1000. خل اقطع الانيبل هسه الادخال 1000 والاخراج 1000، خل اغير الادخال خلي 500 نشوف الاخراج بقى 1000. وهذا هو سلوك السامبل ان هولد سيركل. هذه الاعازات مهمة تستخدم في كثير من التطبيقات، راح ناخذ مثال عليها، راح ناخذ هوم ورك. الهوم ورك راح يكون جزء بسيط من تطبيق صناعي، راح تشوفون مدى أهمية هذه الإعازات في بناء التطبيقات الصناعية. وشكرا جزيلا.